الخوافي للخوافي. يقول إمام ابن القيم رحمه الله: هل لديك خوافي معلمات لا يعلمهن إلا الله؟ فإذا كان نعم فإذا اجعل لهن خوافي صالحات لا يعلمهن إلا الله. فمرضك الذي لا يعلمه إلا الله اجعل له صدقة خافية لا يعلمها إلا الله. والهم الذي يربط على صدرك ولا يعلمه إلا الله اجعل له استغفارا خفيا لا يسمعه إلا الله. والقلق الذي يأتريك ولا يعلمه إلا الله اجعل له ركعتين في الليل لا يراهما إلا الله. وهكذا تصنع مع كل خافية تعلمك وترهقك ولا يعلم بها إلا الله. اجعل لها خوافي صالحة لا يعلمها إلا الله، وكن واثقا بالله وبفرجه ورحمته. فالخوافي للخوافي. والسلام عليكم ورحمة الله.